القديس سيدهم بشاي، وإذ يوافق اليوم التذكار 175 على استشهاد القديس سيدهم بشاي، قد قام نيافة أسقفنا المحبوب الأنبا بعمل بعض التجديدات ودعوة قداسة البابا تمهيدا لتدشينها في زيارة قادمة بإذن الله. فمع كلمة أسقفنا المكرم الحبر الجليل الأنبا ماركوس أسقف دمياط وكفر الشيخ والبراري ودير القديسة دميانة العام. الإله الواحد أمين. هذا هو اليوم الذي صنعه الرب، فلنفرح ولنبتهج فيه. باسم كل شعب دمياط وأيضا شعب البراري وأيضا شعب كفر الشيخ، بنرحب بقدوم قداسة البابا البطريرك الأنبا تودروس الثاني في الزيارة الأولى لمدينة دمياط. وتعتبر بالنسبة لدمياط دي الزيارة الثانية لبابا وبطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، حيث زار دمياط سنة 1960 مثلث الرحمات القديس البابا كيرلس السادس. زار كنيسة ماري جرجس في دمياط، وبعدين زار راس البر وبيت وصلى تاني يوم القداس، وفي طريقه عدى على بساط النصارى ثم بالقاس، وبعد كده اتجه لكفر الشيخ سنة 1960. قداسة البابا شنودة زار دمياط وهو أسقف للتعليم، كان بيربطه صداقة مع نيافة الأنبا تيموساوس اللي تنايح في 69، وزار دمياط كتير لكن ما زارهاش وهو بابا وبطريرك، بل زار دير القديسة دميانة في البراري أكتر من مرة. اليوم هي الزيارة الأولى لقداسة البابا تودروس، وزي ما قال قدس أبونا مرقس كان نفسنا أن احنا نعمل شوية تجديدات في الكنيسة علشان ناخد بركة التدشين، ولكن إرادة ربنا أخرنا شوية فما قدرناش، وده يطمعنا أن يكون لنا زيارة مقبلة إن شاء الله للتدشين بيد قداسة البابا تودروس. والكنيسة هنا أول قداس الله المتنيح مثلث الرحمات نيافة الأنبا بيشوي في الدور العلوي قبل التشطيب كان سنة 77، الدور الأرضي خلص سنة 74، الدور العلوي سنة 77، وصلى في أول قداس عيد الميلاد سنة 77. باسم كل الأباء الكهنة مجمع الأبروشية، وباسم كل الخدام والشعب والشمامسة وكل لجان الكنائس، بنقدم كل الشكر لقداسة البابا على زيارته لينا. والزيارة هي للذكرى استشهاد قديس وشفيع الكنيسة القديس سيدهم بشاي 175. هو استشهد في 17 برمهات سنة 1560 للشهداء الموافق 26 مارس سنة 1844 ميلادية. والقديس سيدهم بشاي زي ما قالت سيرته ان هو كان من مواليد دمياط لكن عاش في اسكندرية سنة 1820، رحل للإسكندرية وكان بيزور دمياط عشان يخلص الشغل بتاعه من ميناء دمياط. وزي ما قال قداسة البابا ان دمياط كانت تعتبر هي العاصمة التانية بعد القاهرة لشهرتها ومكانتها في مصر، وده جه في كتاب لمحة عن تاريخ مصر لكلود بيك سنة 1880. دمياط فرحانة النهاردة يا سيدنا بقدومك، وفرحانة بعيد شفاعها الشهيد والقديس سيدهم بشاي، وتتمنى طبعا تكرار الزيارة قريب إن شاء الله. ربنا يخليك لينا يا سيدنا. وسيدنا للأمانة رغم كل ارتباطاته، لكن بمجرد ما قدمت الدعوة لسيدنا
وافق وقال فعلا هي تكون مناسبة جميلة ان احنا نيجي ناخد بركة القديس سيدهم بشاي ونشوف شعب دمياط الحلو. ربنا يخليك لينا سيدنا ودايما موجود في وسط أولادك ودايما تفرحهم وإلى منتهى الأعوام سيدنا.